مرحبا، كيفكم؟ الكيك المالحة من الكيكات اللذيذة اللي الكل بحبها. عملتها اليوم أنا بطريقة شوي مختلفة عن الطريقتين السابقات اللي نزلتهم بالقناة. كل الوصفات طيبات، لكن هاي حسيتها مميزة أكثر. طبعا أصولها إنها تنعمل بالزعتر الأخضر، لكن لو مش متوفر ممكن نعملها بالزعتر الناشف زي ما أنا عملت اليوم. وبما انه زعتر ناشف لازم نطريه شوي بالمي السخنة. حطيت هون نص كوب من الزعتر، عليهم كوب من المي السخنة، وخليتهم على جنب بين ما احضر المكونات. في حال حبيتوا تستعملوا زعتر اخضر بس افرموه فرمة خشنة، استعملوا كوب وحطوه زي ما هو. ضفت 3/4 الكوب زيت نباتي على 3 بيضات وكوب من اللبن كله مع سوا. راح اخلطهم بالويسك اليدوي لحتى يتجانسوا مع بعض، ما في داعي للخفق الزايد. بعدين ضفت عليهم كوب من الجبن النابلسية متوسطة الملوحة. هالمرة انا فرمتها فرم ما بشرت، وهاي الحركة اعطتها طعم يعني مميز اكثر. ضفت عليهم كمية الزعتر بعد ما صفيتها من المي وتخلصت من المي. بعدين ضفت لهم 2 ملعقة من الزعتر العادي اللي بناكله مع الزيت، كمان هاي اعطتها طعم جدا طيب ونكهة مميزة. وبحركهم مع بعض. اخر مرحلة راح اضيف كمية الطحين اللي هي عبارة عن 2.5 كوب من الطحين، ويفضل انه يكون طحين منخول. اول شي بضيف 1/3 الكمية من الطحين مع 1/2 ملعقة كبيرة مسح من البيكنج باودر و 1/2 ملعقة صغيرة من الكربونة، وبحركهم وبخلطهم مع الخليط تقليب خفيف. بعدين ضفت 1/4 كوب من الحليب السائل وبحرك. لو طلع معي المزيج سائل زيادة ممكن أضيف بقية الطحين اللي خليتها، بس أنا ما احتجت أضيف، وهيك قوام الكيك بيكون. يعني كمية الطحين اللي ضفتها تقريبا 2.25 كاس. راح أخبزهم على فرن محمى مسبقا على درجة 180 لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة، وأكيد مع المراقبة. إن شاء الله يكون فيديو اليوم عجبكم. في أمان الله.